والسلام على سيدي المرسلين وعلى آله وصحابته الأكرمين. عملا بتوجيهة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس عزه الله فيما يتعلق بالعمل الدؤوب لتسهيل الحج على الحجاج المغاربة، ولا سيما باتخاذ الإجراءات المشتركة بيننا وبين إخواننا في المملكة العربية السعودية، بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية ووزارة الحج والعمرة في المملكة العربية والسعودية. اتفقنا أنا وأخي الأستاذ توفيق فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية على أن نشتغل على عدد من المواضيع التي هي في الحقيقة رغبة مشتركة لتسهيل ما ذكرناه من قيام الحجاج بحجهم في ظروف تتحسن كل عام. وقد وفى أخي هذا بوعده، واشتغلنا منذ أكثر من شهر ونصف بين الفرقتين، فرقة وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية وفرقة المسؤولين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، للتوصل حول النقط المشتركة التي يلزم إدراجها في إجراءات التيسير إلى اتفاق مشترك يحضر معالي السيد توفيق الفوزان الربيعة الوزير أخي الكريم أن يحضر إلى هنا للتوقيع على هذه الاتفاقية. وكانت موازية لها اتفاقية مع الطيران السعودي فيما يتعلق بعدد الرحلات، وفيما يتعلق كذلك بالثمن أو سعر التذكرة في الموسم المقبل. توصلنا إلى هذا كله، وإخواننا في المملكة العربية السعودية آخذون بالاعتبار العلاقة الخاصة بين المملكتين من جهة، وحرص المغاربة على أداء الحج من جهة أخرى. فقد أخبرت معالي بأن المغاربة يطلبون، أن عدد المغاربة الذين يطلبون الحج يزيد على 320 ألف كل سنة، ولا نستطيع في دائرة الحصة الممنوحة إلا أن نستجيب لعشرهم، لأن هذه المسألة مسألة تتعلق بالإمكانيات الموجودة في المملكة العربية السعودية. وعلى كل حال فإن الأعمال بالنيات، فقد تفضل معالي بإخباركم بعدد من الأمور التي اتفقنا عليها، وسرى إن شاء الله ثمرتها في المواسم المقبلة. وأجدد شكري له ولكبار المسؤولين في وزارته ممن تجشموا عناء الرحلة إلينا من أجل هذا الغرض النبيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.